طاب مساكم يا اهل الديره الطيبين المحبين المتسامحين الودودين سنه هجريه سعيده عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى الكويت وعلى شعب الكويت ان شاء الله يا ربي هالسنه هذه الهجريه تغمرنا بخيرها وتغمر الكويت ببركاتها تغمرها بالحب تغمرها بالتسامح. التسامح ماكو احسن يعني خلق حتى الدين حتى ديننا الاسلامي وصى عليه افضل شيء العظماء هم فقط اللي يعرفون قيمه التسامح. حلقه اليوم يا اهل الديره كان نفسي فيها من زمان مثل ما يقولون اخواننا المصريين والظاهر ان شاء الله هلت السنه الهجريه وهلت معاها بركاته اللي هو دائما نقول ما يخالف حتى لو راح نتكلم بالاشياء السلبيه لابد ان هذه الاشياء السلبيه من احنا كاعلام نسلط عليها فيها ناخذ من الاشياء السلبيه في منها جوانب ايجابيه. كنت من زمان بودي ان انا اقابل احد من البلديه. كان موضوع الاغذيه الفاسده هو كان ديدن كل بيت كل مواطن الكويتي كان في داخلهم خوف من انتشار يعني يقومون يفتحون الجريده ولا يقرا الجريده من النت يروح شايف تم ضبط مثلا خمسين طن من الاغذيه الفاسده يخترعون الناس حتى تذكرون ايام رمضان صارت لج على حول الموضوع هذا وايضا على سالفه القرقيعان لقوا فيه حشرات وانا واحده من الناس اللي تكلمت عن هالموضوع هي اللي سالفه القرقيعان تفشل الكيس منه حشرات هذول الاصقار ولكن الحمد لله دائما يعني نقول في من يشرف في من يحاول يضبط في من يحاول انه يتابع هؤلاء المفسدين هؤلاء الناس اللي يحبون يتاجرون بالأغذية الفاسدة وتي بالأخير على فبطون هالأوادم سواء مواطن أو مقيم يعني جذنبه ياكل لحمة ولا دياية يروحون مغيرين تاريخ صلاحية الناس ما تدري وهذا هو اللي قامت فيه البلدية هذا الدور الضبط اللي قام لقوا حتى أختام أنا أذكر يوم قريت عرفتوا اكيد حلقه اليوم عن البلديه عن الاغذيه الفاسده شلون دخلت هالاغذيه الديره شلون تم ضبطها المحلات المخالفه شنو دور البلديه لكن اللي ضيف عندنا اليوم هو يمكن في البلديه ومو في البلديه شلون؟ هذا راح تشوفونه عاد ورا الفاصل مو الحين الوطنيه اللي يحب يشاركني على الوطنية واحد خمسة اثنين واحد زين تسعة ثلاثة ثلاثة واحد اثنين فيفا خمسة صفر واحد اثنين تسعة أيضا من خلال تويتر حياكم الله بكل مشاركاتكم اللي يحب يسأل الضيف نطلع فاصل يا أهل الديرة ورد لكم مع ضيفنا الكريم اللي راح يقول لنا عن أشياء كثيرة وينبهنا لأشياء كثيرة وأيضا ينصحنا في أشياء مهمة نطلع فاصل لا تغيرون المحطة الحب يتابع عن الأغذية الفاسدة وشلون سوالفها خليكم قاعدين رجعنا لكم يا اهل الديره الطيبين المحبين رحبوا بضيفي وضيفكم الاخ رياض الربيع رئيس فريق طوارئ بلديه محافظه حول يا هلا مرحبا فيك اخوي رياض ما قصت على تلبيه الدعوه هذا واجبنا واحنا نبيكم البلديه ترى من زمان ولكن الحمد لله ما قصروا بعض الاخوان اللي استضفناهم سهلوا مم. هالامر هذا ونقول لهم مشكورين ما قصرتوا. كالعاده يا اهل الديره احنا نعطي نبذه صغيره عن ضيف حلقه اليوم رياض الربيع رئيس فريق طوارئ بلديه محافظه حولي. مفتش بالبلديه لمده سنتين في جبره الرقه رئيس قسم في جبره الشويخ مساعد مراقب عام محافظه حولي على الاغذيه رئيس فريق الطوارئ محافظة حوالي الحين هذا صح؟ نعم كان. عضو في نقابة العاملين البلديه في اللجنة الخارجية رئيس لجنة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الفروانية رئيس لجنة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة حوالي الآن هو رئيس فريق طوارئ بلدية حوالي وأنا أقرأ كنت السيرة الذاتية الديرة استو... تحت الهواء قبل لا نطلع أقول له مصعب أنت كنت رئيس لجنة التعديات على أملاك الدولة قال لي إيه قلت وينهم ابيهم الزمان قال ان شاء الله بس ما قصر جزاك الله خير نعم. ابو مصعب أبن الحين رئيس فريق طوارئ بلديه محافظه حولي نعم شو يفرق من نقول رئيس مثلا بلديه محافظه حولي ولا رئيس فريق طوارئ نعم أه طبعا كل عام وانتم بخير وانتم بصحه وسلامه على السنه السلام. الهجريه ان شاء الله عيد يعيد علينا امين رب العالمين أه طبعا احنا نتكلم على البلديات هي ست محافظات احنا عندنا ستة في ست محافظات آه كل بلديه فيها مدير محافظه طبعا احنا عندنا المهندس فهد الفهد وكل بلديتين شكل حولي ومبارك كبير عليهم رئيس قطاع والفروانيه والاحمديه عليهم رئيس قطاع والعاصمه والجهره عليهم رئيس قطاع اللي هو وكيل وزاره مساعد آه رئيس فريق طواري هو طبعا قسم يتبع المدير المحافظه مباشره طبعا اسس هذا آه سنه 93 2003 استغفر الله 2003 اسس اسست فرق طواري بايام مدير السابق محمد عيد النصار نعم يعني وتوزعت على المحافظات يداومون خلال 24 ساعه في نظام النوبات الف وباء وجيم طبعا وجودهم ضروري في طبعا المحلات مفتوحه وممكن تسمم تواجدهم ايش نا... كثر ايش كثر 24 ساعه يداموا يوم 24 ساعه ويرتاحون 48 ساعه. زين كم عدد عددهم؟ عدد كل نوبه 12 موظف. 12 موظف مخلوطين من عده ادارات. هذا محافظه حولي؟ لا هم اجمال اجمال كل نوبه 12 موظف هم 36 موظف. اي اجمالي 36 كل نوبه 12 موظف منهم اداره النظافه والاغذيه والاعلانات والرقابه الهندسيه. هذا كل نوبه 12 موظف. نعم. انزين هل هذا كافي العدد يعني ولا؟ لا كافي لان هم دوامهم ما بعد الدوام الرسمي لان الادارات الاخرى طبعا موجوده الصبح تؤدي الغرض تأدي دورها كامل وهم طبعا يزيد نشاطهم يبدا نشاطهم من بعد الدوام الرسمي يحلون دور البلديات او العطل الرسميه. نعم أه وتخصصات الفرق هذه ال 12 هذا مثلا الحين هذا بالنوبه هذا 12 واحد شنو شغلهم؟ في منهم طبعا اغذيه يفتشون على المطاعم. يروحون المطاعم يفتحون مطاعم وهم. طبعا محلات الحلويات اللي يختص فيه ترخيص الصحي هذا هذه بعد ما سكروا الصبح البلديه وخلصوا الساعه 2 جاء دورهم هذول دورهم يجون نعم. هذول على يشغلهم على يعني وظيفتهم او تحت بند وزاره البلديه ولا من برا يعني تجيبونهم؟ لا لا البلديه البلدية البلدية يختارون يعني هم هذول 36 موظفين في البلدية مو نعم, مصعب. نعم يتبعون مدير المحافظة مباشرة ما يتبعون مدير إدارة مدير المحافظة نعم مباشره نعم طيب كم من لي هذول اللي هذول ال12 يبتدون اللي منهم يفتر على الاغذيه ومنهم على النظافه إيه؟ ومنهم على الاعلانات تدري انت في بعضهم كل شو اللي تقصد في الاعلانات الاعلانات المخالفه اللي طبعا تنحط بالشوارع او على الشبات او كذا ايه؟ يعلن عن عن سلعه طبعا الموظفين يقومون ياخذون طبعا يشوفون العامل او ياخذون رقم التلفون يتصلون فيه والمكتبه ياخذون اجراءاتهم القانونيه بعد نعم. الاعلانات الموجوده نعم بعد ما الحين عرفنا ناس تروح تفتش في المطاعم او المحلات وناس على الاعلانات والناس من وين يروحون؟ الناس على الاغذيه وناس على النظافه وناس على الاعلانات وناس على رقابه هندسيه. رقابه هندسيه شنو المباني اللي تبنى بدون تراخيص. اي زين بس هذول يعني يبتدون يعني قصدك كذا بيطالعون المباني مو الصبح هذول الرقابه الهندسيه موجودين اداره كامله الصبح بس احنا يبدا دورنا طبعا ما بعد دوام رسمي ايه في بعض ممكن الناس يعني تفكر ان البلديه ينتهي دورها بعد يعني مع الدعم الرسمي اي بس يعني الحين احنا اوكي نقول يعني لازم تستمر المراقبه لا في مباني في مباني ولكن الرقابه الهندسيه في مباني تنبني بالليل في مباني المغرب المخالفه ما يبني واحد في يعني بعد فتره المغرب الا هو شخص اكيد عنده مخالفات نعم أه سمعت المقدمه مو صعب اول ما تكلمت نعم. عن الاغذيه الفاسده وهذا يعني كل الكويتيين يسولفون تحجون في سالفه كل كل ما فتحوا الجريده لقوا خمسين طن 100 طن ما ادري نعم الكويت هالكبر صغيره ويلقوا لك هال 50 طن بال من اللحوم ومن المواد الغذائيه ومعلبات انتم كدوركم كفرق طوارئ ايش علاقتكم او شلون طريقه الضبط مثل هذه الاغذيه نعم. الفاسده؟ احنا مكملين للادارات الثانيه مكملين مكمل احنا مكملين نعم احنا مكملين لاداره الاغذيه المستورده هي هي العمود الفقري لاداره الاغذيه بالسابق وعمود الفقري حت... حاليا بالمحافظات الاغذيه المستورده اداره طبعا يجينا التاجر يتقدم من بوجود بضاعة عنده تضع بمخازنه او مخازن مؤجره نطلب منه عدم تصرف بالكميه هذه يوقع على تعهد لحين ثبتها من نتائج المختبر وزاره الصحه نرسل عينه لوزاره الصحه نتاكد مدى صلاحيه الماده ان طلعت صالحه طبعا ياخذها ان طلعت غير صالحه يطلب من حقه ان يطلب اعاده فحص مره اخرى ان طلعت غير صالحه يا يتلفها يا يصدرها برا يتلفها من اللي يقوم بتلافها اذا طلعت غير البلديه على حسابه هو يدفع رسوم يدفع رسومه هو تتلف على على حسابه ايه؟ عن طريق البلديه ايه؟ نعم اللي قاعد يصير حاليا هو بالسابق كان يصير يعني اللي قاعد يصير هو يتصرف بالماده الغذائيه هو عارف بعض التجار خلينا نقول اللي هم عارفين بضاعتهم غير صالحه يجيبها مثلا بسعر رمزي بسعر بسيط. زين شلون دخلت بو مصعب؟ شلون تدخل؟ من حق من حكا اي تاجر يجي يجيب البضاعه بس انه ما يتصرف فيها يوقع انه ما يتصرف بالبضاعه هو يتجاوز الخط هذا. يوزع البضاعه وغراماته تجي له ضعيفه كانت بالسابق لا الحين خليني افهم الحين واحد دخل له يعني تذكر سافه رمضان خمسين طن من اللحوم الغذائيه نعم. وساعد وبعض الشركات هم اللي فتنوا عليه اذا كنت عارفه نعم. المعلومه هذه نعم. هم اللي فتنوا على التاجر هذا نعم. هو خلاص امسكوه اللي بس دخل هالكميات هذه الشركات قالت زين انا بفهم يعني إذا شيء فاسد شلون يدخل الديرة هذا السؤال؟ الحين احنا إيه سن... احنا ما نعرف ان البضاعة هذه فاسدة أو غير فاسدة إلا طبعاً في فحص ظاهري يبين ولكن إذا كان في فحص مخبري ما نعرف احنا تجينا البضاعة مثلاً أنا أتقدم لمختبر الأغذية المستوردة أني عندي كذا طن من المواد الغذائية جايبهم زين وتجيني البلدية تقول تعال خلينا نرسلها المختبر نتأكد مدى صلاحية المادة هذه على ما تجي صلاحية المادة في فترة ثلاثة أيام أو أسبوع أنا متصرف بالبضاعة تبي تغرمني غرمني هذا اللي قاعد يصير. ايه, ايه اوكي زين او زين او وهو يتحمل الغرامه وعارف اه يعني اللي جايبه هو هذا يعني غير سليم او غير صالح لاستهلاكه. غالبيتهم عارفين ان البضاعه ايه. احنا ما ندري ما نعلم عنها كبلديه جايتنا من برا جايب معها جايب اوراق ان هذه بضاعه من البلد المنشاه كذا كذا وتواريخ عليها وكل شيء. احنا نجي نتاكد حتى لو كان التاريخ موجود نتاكد من مدى صلاحيه الماده الغذائيه نرسلها وزارة الصحه. ايه. زين شلون تتاكدون؟ نرسلها لمختبر وزاره الصحه. لا لا. الكم... قصدي الحين مثل واحد دخل قال لكم بدفع غرامه وفوت الاكل الفاسد في الكويت من اللي فتن عليه يقول لهم ايش دراهم؟ لا انا انا ما وقعتش على تعهد إيه؟ اني ما تصرفين ببضاعة لما اقول النتيجه اي بس انا خلاص الحين طلعت انا لا ما فلت... طلعتين برجع انا النتيجه طلعت لي الحين بجيك بقول وين البضاعه؟ تقول لي انا تصرفت فيها اخالفك بمخالفه التصرف ببضاعه محجوزه زين هذه جايد ابو مصعد مصعب بعد ما يصرف فيها يتصرف فيها يعني هذا يعني هذا اللي عندنا بعد. ربكه في الامور هذه كلها بالم... بالهالوقت هذا صح, صح ولا لا نعم لا. هذا الوقت هذا اللي قاعد نتكلم عنه ثلاثة ايام او اسبوع ايه. اللي أك يتصرف هو في البضاعه قصدك انه ينزلها السوق وخلاص وباعها على التجار نعم زين فالحالة الحاله هذه شنو القانون يعني يصير القانون كانت غرامته 500 الى دينار خلينا نتكلم هنا جاي بضاعه قيمتها 100 ألف وباعها مليون قرامته 500 إلى 1000 دينار ما هي غرامة لا والله ما هي غرامة سنة دافع ربع دينار إي والله وبعدين المساكن الكويتيين والمقيمين راح الحين في, في مشروع تكلم فيه معالي الوزير وصرح فيه قبل كم يوم مرسل لمجلس الأمة إن شاء الله يصدق عليه السجن والإبعاد للوافد ايه والسجن الكويتي والغرامات فوق ال 20000 دينار احنا ننتظر هذا هذا الحين القانون الجديد ننتظر بس مجلس الأمة إن شاء الله يصدقون عليه نعم قال تكلم في معالي الوزير قبل اسبوع آه كنت متواجد معاه في أحد المخازن مواد غذائية ضبطناها بالجابرية اي فتكلم صرح أن هذا القانون يتمنى شو نشوفه يعني نتمنى اليوم قبل باكر نعم. لأن هذا راح يحد من أمور كثيرة اه طبعا أنت تقول